هنتكلم النهارده على اعراض اللور يورينري تراكت انفكشن او سيمبتومز او اعراض التهاب المسالك البوليه السفليه اسفل المسالك البوليه. هو جزء يشمل المثانه والاحليق اللي هو الانبوب اللي بيخرج منه البول لخارج الجسم في نهايه المطاف. تنتشر اعراض المسالك البوليه السفليه عند الرجال والنساء كلما تقدموا في السن. ممكن ان تشمل مشاكل تخزين البول، فقد تظهر الحاجة الملحة والمتكررة للذهاب للمرحاض، قد تشعر بأنك بحاجة للذهاب مباشرة للمرحاض مع أنك انتهيت من ذلك قبل دقائق. التبول البطيء حيث تظهر لديكم مشاكل التبول بشكل بطيء حيث تجهدون أنفسكم لتمرير البول، قد تظهر مشاكل بعد التبول، وقد تشعر بأنك لم تفرغ المثانة بشكل كامل، أو قد تمر بضع فترات من البول بعد قيامك بالتبول معتقدا أن مرحلة التبول قد انتهت. قد يكون للأدوية والأصناف المتناولة من الأطعمة والمشروبات تأثير على تحفيز بزيادة أعراض سلس البول، فكيف تؤثر المشروبات الحمضية في أعراض سلس البول وكيف يمكن تجنبها؟ ودي اللي هنتكلم عليها المرة الجاية على الأطعمة اللي ممكن تتسبب في زيادة سلس البول. مع السلامة.